السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة تعلم تطبيق سناب سيت لتعديل الصور. فكنا شفنا في الفيديو الأول اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو أعلاه مجموعة من الإعدادات اللي يمكننا نقوم بها في الأول عند تعديل أي صورة كما كانت، وكنا وقفنا هنا في سيليكسيون. فدابا غنبدو من هنا على بركة الله. ملي كنخطو سيليكسيون كيمكننا نسيليكسيونيو ولا نخطو واحد جزء معين من التصويرة ديالنا، مثلا نعملو شي نقطة هيدا، كيمكننا نقربو من بعدو باش كنعرفو المنطقة اللي فيها التحديد ولا لا سيليكسيون. كيمكننا نكبرو هاد الدوارة ولا نصغروها على حسب الرغبة ديالنا. ومن بعد كنبداو نلعبو فيها، مثلا ليمينوسيتي نعملو هيدا، مثلا نشدوها شوية، كونتراست يعني سما زرقاء بحال، ساتوراسيون كنا بدا بغينا نزيدو شويه في الساتوراسيون هيدا بحال هاد الشكل، وكاين ستركتور يعني بحال لا كلاريتي، يعني ما عندناش شي عناصر هنا باش نعملو ستركتور. وكيمكننا دابا مثلا عملنا التعديل ديالنا ودا بغينا نخفيو هاد النقطه هادي باش نشوفو داكشي بشكل اوضح، كنتكيو على هاد العينين هادي اللي هنا لتحت، كيو عليها كتختفى ديك النقطة باش كنشوفو، وملي كنكملو غنتكيو على الصح. ولكن دابا حنا ما غادي نسجلو والو. والحاجة الثانية اللي غنشوفوها في هاد الفيديو هذا هي بينسو، وهاد البينسو عادة أنا ما كنستعملوشي لأن خصك تحدد القيمة من هنا، عاد ديك الساعة كيمكن لك تسيليكسيوني شي منطقة محددة، مثلا نعملو لا ساتوراسيون نزيدو فيها. اللي غادي نعملو هيدا غيتبدل الكولور يعني غيتساتورا ماسك، ولكن دابا ملي ساتورينا هاد المنطقة هادي ميمكنش نرجعوها دي ساتوري إلا عملنا لها هيدا ولونا فوق منها عاود، يعني ما كتعرفش شنو غيمكن يوقع على داكشي أنا ما كنستعملهاش. ومن بعد غادي نشوفو لا كوريكسيون، لا كوريكسيون هادي بحال بدا مثلا بدا بغينا نزولو شي حبة من الوجه ولا شي حاجة، نعملو هنا شي مثال بسيط في اللاندسكيب، مثلا نقولو نزولو هاد شوية هادي، هاي زادت لي كان بعدو مكتبانش، مثلا نزولو هادي، هادي مهمة بالنسبة للناس اللي خصهم يزولو شي زبالة ولا يزولو شي حبوب في الوجه. الحق ساعة ساعة كيبقى هنا الطابع، يعني ملي يكونو بزاف لي كولور مكيعقدرش يتعرف عليهم الذكاء الاصطناعي، كيبقى شوية الطابع. ومورا لا كوريكسيون كنجبرو الهاي ديناميك رينج، هذا واحد الفلتر اولا ليفي مهم بزاف، يعني كيعطيك بزاف د التفاصيل الصورة ديالنا، يمكننا نقصو منو ونزيدو منو على حساب اللي بغينا. وكيمكننا مثلا نقصو عاود غير من لومينوسيتي بوحدة، اولا نقصو من لا ساتوراسيون الا جاتنا الصورة تري ساتوري. وهاد هاي ديناميك رينج كتعني ان ملي كيكون واحد الصورة فيها مناطق مضاءة بزاف مناطق مظلمة بزاف، يعني بحال مثلا في وقت الغروب اللي كتكون كتصور الشمس كتجبر القيلة فيها الضوء بزاف، وتحت منها يعني بدا كانوا شي جبولة ولا شي حاجة كيكونوا فيهم الظلال بزاف ما كيظهروش في الصورة، كيظهروا كحل. ففي هاد الحالة هادي اش كنعملو؟ عادة كنصورو ثلاثة صور او لجوج، يعني واحدة كنقبطو فيها التعريض يعني كنعملو الفوكس على القيلة ولا على الشمس، والصورة الثانية كنعملو الفوكس على الجبال، ومن بعد كندخلوهم للبيسي وكندمجو هاد الصور هادو باش كيوقع واحد التوازن ما بين الهايلايت وبين الشادو، يعني ما بين الإضاءة العالية والظلال. وهاد اللي في هذا كيعطينا واحد الدرجة د لا كوريكسيون بهاد الخصوص هذا، واخا تكون عندك صورة واحدة يعني كيحاول يظهر لك بزاف د التفاصيل.
ولكن ماشي دائما كيكون خدام. دابا مثلا هذه الناتور خص شي مناظر طبيعيه، كاين هذه الفيزاج اللي بدا كان شي وجه ديال شي بيرسون، وكاين هادو عاد زعما كنستعملهم شي لان كيخصو تصويره. المهم هذا باختصار، وبنادم عاود يبقى يجرب حتى يطيح بشي حاجة، يعني في المسائل اللي خصو يطبقها على الصورة ديالو. وهنا كنجبرو لي زيفي اخرين، عاود خاصني بالصور وعاود كنا نبدلو. يعني دابا هنا هاد الفيديو هذا خاص بلي فيلتر كاملين، كلشي كامل تقريبا كامل لي فيلتر. هنا الكونتراست، يعني كنتحكمو الكونتراست بالتفصيل. وشنو هو الكونتراست؟ الكونتراست هو مثلا ملي كنقربو النينة، الفرق ما بين هاد المنطقة هادي، هاد اللون هذا وهاد اللون هذا، هذا هو الكونتراست. يعني ديك الشرطة واش كتكون قوية ولا ما كتكونش قوية. كنا نعملو هيدا، شوفو شنو كاين هنا. طون كليغ، يعني نزيدولهم شوية باش يتغطاو شوية. طون موايان، هادي ما بين و بين، يعني المنطقة هادي كاملة. و طون صومبغ، و بطبيعة الحال كل ما كتزيد في الكونتراست كل ما الصورة كترجع مظلمة أكثر. موا الكونتراست كاين هاد الفلتر هذا، هو عاود مجموعة من الفلاتر كنا نطبقوها. ولكن انا عادة ما كيعجبنيش نستخدمهم، علاش؟ انا اذا بغيت نستخدم شي افي ولا فلتر ندخل انستغرام ديريكت ونستخدم واش غنجيني هنا. ومن بعد كنجبرو عاود فلتر اخر، بعدا يمكن نطبقو على الصور ديال لي بورتري. كنشوفهم بزاف بهاد لي فلتر هادو، ونفس القواعد كيتحكموا فيهم. عاود كنجبرو هنا إذا بغينا نقصو مثلا من الساتوراسيون بوحدة، أولا نزيدو مثلا في ليمينونس نقصو من بعيدة باش كيدارو التفاصيل. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، ونتلاقاو في شي فيديو قريب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.